ليس هناك أي إجراء أن تستند عليه في تطبيق سياسة الأجر مقابل التلقيح. هذا تعسف في حق المغاربة. على الدولة أن تكون واضحة في هذا المجال، أن تقدم معطيات صريحة. أن الآن ثبت علميا أن التلقيح، لا التلقيح الأول ولا الثاني ولا الجرعة المعززة، لن يحمي المغاربة من الوباء. بالمقابل قد نمر إلى الرابعة والعاشرة والمئة، وهذا غير منطقي بأي شكل من الأشكال. مطلبنا ونحن نحتج واضح وهو احترام الحقوق والحريات، ثم الجانب الثاني توزيع خيرات البلاد على جميع المواطنات والمواطنين. كفى من احتكار الاقتصاد، الجانب الاقتصادي والاجتماعي في فئة معينة قد تصل إلى 5%. نحن كلنا مغاربة ويجب أن نتمتع بكافة الحقوق والحريات في وطن حر نحتكم فيه.